السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج راح نواصل مسيرتنا مع هذه العدنة أو الديزرت روز. مثل ما ذكرت أنا في آخر فيديو أن ما راح أشتغل على جذور النبتة، ولكن لاحظت شيء في جذور النبتة اللي راح أضطرنا عالج الموضوع دي، ولكن راح أرويكم عن قرب المشكلة وراح نرجع نتكلم في الموضوع اللي راح نعالجه في هذا الفيديو. قبل لا ابتدي اراويكم المشكله، طبعا مثل ما احنا شايفين ان النبته من فوق ما شاء الله بدات تتفرع وصار في اغصان جديده ونمو جديد، واللي احنا كنا نبغي نحققه في التقليم اللي سويناه على اساس ان تطلع اغصان جديده راح نتركها تنمو وبعدين راح نرد نقلمها ويصير تفرع اكثر ويصير في تزهير في الاطراف اللي راح تكون اكثر بشكل كثيف اكثر ويكون شكل النبته أكثر جميل اكثر. المشكلة مثل ما احنا شايفين انه لما امسك هني الجذور اضغط عليها تكون جامدة، ولكن لما اضغط هني صايرة شوي لينة. في بعض المحلات كانت جدا لينة مثل هني، فاضطريت اقطعها على طول لان كنت خايف من التعفن اللي صاير. الاحظ هني عندي شوي ايضا ليونة، فانا متخوف انه شوفها هذه مجرد انقطعت، مجرد جستها انقطعت. فالتخوف ان العفن قاعد ينتشر الى وسط العدنة وتموت، فما ابغي اخسر النبتة، راح احاول انقذها مثل ما تكلمنا في الفيديو اللي فات، ولكن هذه الفيديو على اساس متابعة مسيرة هذه النبتة. فهذه المشكلة اللي عندي اللي هي العفن، ومثل ما احنا شايفين هني في تغير في اللون اللي هو السواد، هذه هو علامة واضحة ان في عفن، فهذه راح ازيلها وراح بعدين أزيل التربة ونتفقد الجذور كلها ونزيل أي شيء في عفن وراح نعالجها. قبل أن نبتدي الشغل على النبتة راح أتكلم عن الأدوات اللي راح نحتاجها. عندي اللي هو مقص الزراعة مثل ما دائما نتكلم، عندي اللي هو المنشار، منشار زراعي. طبعا المنشار والمقص عقمتهم بكحول 70% قبل لا استخدمهم على اساس ما انقل العفن اللي صاير الى مكان ثاني لما اقطع، وراح استمر في التعقيم وانا اقطع. وايضا عندي اللي هي القرفة او الدارسين مثل ما نسميه عندنا، على اساس يكون مضاد للفطريات والتعفن، مضاد طبيعي راح نستخدمه على المحلات اللي نقطع فيها. اول شيء راح اسويه قبل اي شيء راح ايضا اعقم يدي بكحول على اساس بس ما انقل اي شيء للنبتة. طبعا لما اشتري كحول اتاكد ان الكحول دي يكون امن للاستخدام على الجلد، لان في انواع تكون شوي قوية، فنحاسب بس من النوع اللي نستخدمه. فراح اول شيء اسويه اني راح ازيل النبتة من الاصيص، بس راح ابتدي شوي شوي احاول افكك التربة. ما ابغي اقطع الجذور بزيادة، ولكن لازم ازيل التربة علشان اقدر اشوف شنو متعفن وشنو سليم عندي. اتوقع بهذا الشكل انا نزلت اكثرية التربه، ولكن راح اغسل الجذور وراح نرجع. راح اغسلها بماي علشان بس ازيل الاتربه، بالذات الاتربه اللي عالقه في الوسط، بس علشان انظفها وراح نرجع. فمثل ما احنا شايفين الحين غسلت اكثرية الجذور، فراح ابتدي اتفقدها واشتغل عليها. مثل ما ذكرت عندي هذه الجزء، فراح ازيل اكثر من مجرد هني، راح ازيل اكثر. احاول استخدم المقص اذا اقدر اقطع به. اوكي، فاحاول اقطع الى مكان يكون ابيض ما يكون فيه اي عفن، وعلى طول ارشه بالقرفة بس على اساس انه تكون كمضاد للفطريات، مضاد طبيعي يعني.
هني عندي شوي ليونة. مشكلة واصلة إلى داخل، فهذه إزالتها راح تكون صعبة شوي. راح أضطر إي واصلة إلى هني، أحس بليونة إلى داخل، فهذه راح تكون راح أضطر أقطع بشكل كبير جدا، يعني راح أضطر أشيل هذه كلها. طيب راح أحاول أزيل أقل، وراح نشوف. قبل أزيل كل شيء راح أزيل جزء صغير ونشوف. اوكي مشكلة للحين هني في ليونة، ما ابغي اتركها وبعدين تتعفن النبتة كاملة. مشكلة كيف ازيلها؟ طبعا نتذكر ان الوسط العدنة او داخل العدنة المادة هذه سامة، فلازم نغسل يدنا بشكل جيد بعد ما نتعامل مع العدنة. هني في عندي سواد لازم ازيله. راح احاول اجيب سكين واقطع هذه القطعة على الاقل. ايضا لازم اعقم السكين. للحين بين ما ابغي اقطع اكثر من كذي الصراحه، شوي متخوف، فراح احط قرفه على كل هالمنطقه وراح اخليها في مكان مظلل لمده اسبوعين الى ان تجف المنطقه هذه كليا، وبعدين راح ارجعها في اصيص ولكن في تربه جافه كليا، او ممكن استعمل تربة ثانية على اساس اتفادى الفطريات او العفن اللي موجود. فراح اترك هذه التربة في الشمس مجرد على اساس تقتل لي العفن، وراح استخدم معها تربة ثانية بعد اسبوعين ان شاء الله. فمجرد اضيف اغطي المنطقة كلها بس علشان اتفادى اي تعفن او اي مشاكل، فيكون نفس اي جروح اي مناطق مفتوحة راح اغطيها، وراح اتركها في مكان مظلل، مكان في الخارج ولكن مظلل. وراح ان شاء الله نشوف، وان شاء الله اتمنى ان هذه النبتة ما تموت. الطريقة هذه مو مضمونة 100%، ولكن تنجح احيانا اذا ما كانت الاصابة توصل الى داخل العدنة نفسها الى عمقها. ممكن تنجح، ممكن ننقذ النبتة. فراح اخليها في مكان مظلل وراح نرجع لها بعد اسبوعين ان شاء الله، ونتابع تطورها ونشوف كيف ترجع هذه النبتة إذا رجعت إن شاء الله، يعني نتمنى ولكن إن شاء الله. الحين بعد مرور تقريبا 3 أسابيع من ما قطعنا الجذور والأماكن اللي كان فيها ليونة، كنا خايفين من التعفن، الحين تقريبا 3 أسابيع، فنلاحظ أن هذه المناطق اللي قطعناها جفت وصارت جامدة، ف
عدينا مرحلة الخطر مثل ما نقول. فالحين اللي راح أسويه إني راح أرجع هذه العدنة في الأصيص اللي كانت فيه اللي هو هذه، فراح أرجعها في ذي الأصيص وراح أحط التربة، لكن أستخدم تربة غير اللي كانت موجودة على أساس بس أتأكد إن ما في شيء من العفن متبقي في الـ في الـ في الأصيص، وما راح أرويها، فراح أرجعها وأخليها في تربة جافة، ما راح أرويها لمدة أسبوع إلى 10 أيام إلى أسبوعين بالكثير، ولكن راح أخليها في الشمس على أساس شوي تستوعب طاقة من الشمس وتبتدي ترد تتقوى مرة ثانية. والشيء اللي راح اسويه الحين لان النبته ما فيها عروج ولو انها شوي ثابته في الاصيص، راح بس مجرد احط بعض الاحجار على اساس اثبتها شوي، بس انه شوي يكون في شيء يعطيها وزن ويثبتها في مكانها، فشويه بس على اساس انها تمسك مكانها. راح اخليها في مكان في شمس ولكن ما تكون شمس جدا قويه، والشيء الثاني انه تكون قريبه من شيء، فلو تحركت لو طاحت ممكن شيء انه يمسكها. راح نخليها لمده اسبوع الى 10 أيام بالكثير اسبوعين، وراح نرجع لها ونشوف تطورها ونموها. راح نقدر نشوف اذا في شوي نمو من الجذور او شيء عن طريق شوي ان نحركها، ولكن راح نخليها في البدايه بهذه الطريقه على اساس بس شوي ترد تتاسس وان شاء الله ترد تنمو. فاتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو على ان موضوع ناقشناه من قبل، واذا في عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، وان شاء الله راح نتابع نمو وتطور هذه النبته في السلسله. في امان الله.